حنايا كان طلبه كنقراو في استابولو كنطالبوا بلي ديبلوم ديالنا. حنايا مشي حنايا في شهر 8 نهار 4 كنتوصلوا بلي ليست ديال لي زادمي. كنا فرحنا عائلتنا معانا بالنجاح اللي توصلنا ليه. تمارا عامين ديال تمارا ما مشاتش في والو، فرحانين كلشي على خير وبخير. مشينا خدينا لي زاتيستاسيون دو ريوسيت ديالنا ومشينا خدينا الغولفي دو نوت ديالنا. حتى هنا كان كلشي على خير وبخير. وقلنا لهم امتى غادي يكونوا لي ديبلوم ديالنا واجدين؟ قالوا لينا في شهر 11 ولا 12. في شهر 11 كنمشيو باش نتسلموا لي ديبلوم ديالنا. ماذا بينا كنتفاجئوا باننا حنايا ساقطين، وحنا ساقطين ما تواصلوا معنا، ما قالوا لينا والو. مني خدينا ديك لو غولفي دو نوت ديالنا والاتيستاسيون دو ريوسيت، كاين فينا اللي مشى دفع ليسونس بروفيسيونيل، كاين فينا اللي مشى دفع الخدمه خدام، كاين فينا اللي كيدوز ستاج بها. كل واحد فينا اشنو دار بها. كاينين الناس اللي حطوا فلوس باش يقراو بالاتيستاسيون دو ريوسيت. حنا ما كنطالبوا بوالو، كنطالبوا غير بالتدخل الفوري ديال السيد الوزير والسيده المديره لبنى طريشه في هذا المشكل اللي واقع علينا. حنا راه مأزمين بهذا الشيء، ما يمكنش. كيفاش حنا ناجحين في شهر 8 شويه في شهر 11 ساقطين؟ راه اي واحد غادي نقولوا ليه هذا المشكل ما غاديش يتيقوا، اي واحد غادي يسمع بحال هذا الشيء ما غاديش يتيقوا. حنا ما جيناش وهضرنا، حنا عندنا كاع الوثائق القانونيه ديالنا اللي كتبين لنا باننا ناجحين. حنا كنطلبوا من المسؤولين يدخلوا. كيفاش سيدنا الله ينصرو كيشجع الشباب على الواف بي بي تي؟ كيشجعوا كيشجعنا باش نمشيو نديرو. وحنا باش مشينا درنا تقنا في سيدنا وتقنا في الدوله ديالنا، مشينا درناه ضربنا التمارة. كل واحد فينا فين ساكن، كاين اللي ساكن في النواصر، كاين اللي ساكن في السبيت، كاين اللي ساكن في حد السوالم، كل واحد فين ساكن، كل واحد. 22 عائلة مأزمة بهذا المشكل، 22 واحد كاين فينا اللي مرض بهذا الشيء. راه أي واحد غادي يتحط في هذه السيتياسيون ديالنا غادي يمرض. حنايا خريجين استابولو اللي موجود بالدار البيضاء، ياك قرينا عامين وعطاونا شهر 8 اتيستاسيون بلي رانا ناجحين. حنايا شهر 11 رجعنا عندهم باغيين الدبلومات ديالنا، قالنا ما كاينينش الدبلومات. كنقول لي كيفاش راه حنا ناجحين؟ كيفاش ما كاينينش الدبلومات؟ كيقولنا ما كاينينش الدبلومات ديال هاد 22 واحد. بغينا حنايا غير الدبلومه، بغينا الدبلومات ديالنا، بغينا غير حقنا. حنا ما بغينا والو، بغينا الدبلومات ديالنا. فينا هما خويا؟ هذا هو السؤال اللي هذا هو السؤال المطروح. فينا هو 22 ديبلوم؟ 22 واحد لا خويا. فينا هو 22 ديبلوم؟ هذا هو السؤال. فينا هو 22 ديبلوم؟ 22 اتيستاسيون خرجت و 22 غولفيت نوت خرجت ديال العام الثاني. فينا هو الدبلومات؟ هذا هو السؤال ديالي. كنمشيو عندهم كنطرحوا عليهم هذا السؤال، كنقولوا لهم فينا هو 22 ديبلوم؟ كيقول لك عاودي كونديدا ليبر ولا عاودي العام، يعني كيمشيو معاك اوغ سيجي. ما كاينش، ما كيقولش لك واش اشنو طرا لك الدبلوم ديالك، كيقول لك عاودي كونديدا ليبر ولا عاودي العام. راه لا يعقل انني نعاود العام وانا ناجحه، راه لا يعقل نعاود نضيع الوالديه فلوسهم، راه لا يعقل انني راه ما قريتش غير فابور، راه كنت كنخلص فلوس الفوتوكوبي، راه كنت كنتسلف باش كنركب في الطاكسي، راه كنت كنتكلف باش كنركب في الطوبيس. راه حنا غير ولاد الشعب، راه ما عندناش الطوموبيلات ديالنا باش توصلنا للسونتر، راه حنا غير ولاد الشعب. سيدنا كيشجع على لوف بي بي تي، سيدنا كيقول لك الشباب كيشجعهم على لوف بي بي تي. حنا ما كناش غنديروا لوف بي بي تي، ولكن كلام سيدنا تاج فوق راسنا. مادام النداء ديال سيدنا قال لك نشجع الشباب على لوف بي بي تي، هضرة سيدنا تاج فوق راسنا. حنا ما كناش غادي نديروا لوف بي بي تي نهائيا بتاتا، ما كانتش عندنا هذه الفكره. فاش خدينا الباك ديالنا كانت عندنا نمشيو ناخذوا الاجازه ديالنا من لافاك، ولكن فاش خرج الملك وقال لنا كنشجع الشباب على لوف بي بي تي، راه تاج 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 اكد سيدنا راه تاج فوق راسنا، راه لا يعلى عليها. فين مشاو؟ ما عرفناش، ما بغاوش يجاوبونا. هذا هو السؤال. فينا هو 22 ديبلوم؟
فينا هو، بغينا نعرفوا فينا هو. كنطالبوا الوزير يونس السكري ولبنى طريش المديره العامه ديال لو بي بي تي تدخل لينا وتنصف هاد الشباب. راه حنا راه خويا راه ما بغينا حتى شي حاجه، راه فقط بغينا حقنا، راه فقط بغينا نمشيو نخدموا على والدينا. راه ما بغينا حتى شي حاجه، بغينا نستسلموا الدبلومات ديالنا باش نمشيو نخدموا على والدينا. حنا دابا ستاج، كاين اللي ستاج كاين اللي خدام، باش خدام وباش ستاج وباش تقبلنا في الناس اللي تقبلوا في الاجازه المهنيه، باش تقبلوا راه تقبلوا بلا تيستاسيون. مالوغوزمون فريمون راه والله حتى حطمونا، راه حطمونا بزاف، راه 22 اسره اللي محطمه، راه 22 شاب وشابه اللي تحطمات. راه لا يعقل اننا نتخرجوا وما ناخذوش حقنا.